من الخيار. احسن شيء الخيار. يلا كل واحد منكم الان ابساله لو اعطيت فرصه انك تكون جهاز. جهاز مشين جهاز. ايه ماذا تكون ولماذا؟ واتمنى بعد من المشاهدين انتم تعطونا انه تخيل انك جهاز وش تصير وليش تصير هذا الجهاز. ابدا محمد. لا لازم كهرب يعني كهرباء. جهاز اكيد جهاز كهربائي تصير نجر. تخيلت ينصك راسه يوميا كل يوم ماسك الراس ودق ولا كهرباء. يلا تخيل انك جهاز. خلو بس ابو سند. ابو سند ماذا يعني لو اعطيت فرصه ان تكون جهازا ماذا تكون ولماذا؟ اكيد جهاز ينفع الامه. اتمنى اكون القدر الكهربائي. صحيح. تنضغط من اجل لا على شيء يا اخي يريح ناس كثيرين يتفاجئ خاصه بعض الحريم العجازات. اي والله صدق يا رب ما حد يقول اللي ببالي. يا الله تمام هذا الجهاز يكون قدر جهاز ضغط. قدر ضغط إيه؟ ما نقول اسم الشركه عاد لا قلنا كذا يستاهلون والله إيه؟ قدر ضغط خلاص كهربائي قدر غلط. لا قدر غلط. لا وش كان الراعي انت عندك سكري مثلا اديسون. أديسون؟ ممكن أديسون. لا نبيهم تورطونا يا جماعة خلنا أخذ آخر فلوسنا ونمشي أمورنا طيبة لا تنقسم. عبد الوهاب ما بيجي أنا في قش السالفة. أي أنا ودي طبعا بندخل على الهاشتاج ونشوف الجمهور. أنا ودي أصير المودم حق النت كل يحبن كل يدور عليك لو طفيت يفقدون. أنا أقسم بالله قالوا ها جبتها بسم الله يسمون علي عشان أشتغل. ذاك اليوم إذا كنت دايخ وما اشتغلت يصبخ بيصبخك الجدار. انا اشهد لا علق النت قال الله يقلعه علق اوف وانا اللي نظر مقول ايه وانا معلق فوق نظرهم فوق. لا بعض كل شوي ياخذون يستغلون استغلال سيء يا اخي يكون اثم عليك انت. لا هو ما له دخل ما له دخل لو يعلق وجاء واحد يرسل غيرت في عيونك في عيونه. لا مودم يدورون عليك الناس والله تكفون بصير بغير أبصير تخاف من الإثم. إيه ما ودي أبلش بهم صراحة. أبصير سماعة المؤذن اللي فوق ذيك معلق فوق شتاء وبس يجيك واحد نذان الله راح يجيك حمام جاك لك وضع معاش يشم بحمام مطر غبار. لا بس أنا حظي والله لا أبصير مؤذن مس المؤذنة اللي ببيتنا أخوي عبد السلام صوته بالأذان تبارك الرحمن الصراحة يعني أبصير حق المؤذنة حقت إيه سماعة مسجد أبوي أزين إيه أحسن مو تقول أي مؤذنة. أي لا سماعة ما يجينا حمام ما يجيها ما شاء الله عشان عبد السلام ما يخاف. طيب ابو غافل وش الجهاز؟ انا بقطع عمرك بصير صرافه. الله لا ما يصلح ما يصلح حتى يعاملك صوتك يطرب. لا بس في مشكله صوتك يطرب. خذ فلوس قال لا في مشكله شوف ما حولوا شيء شو يسوي؟ لا يتوفر رصيد. ايش العادة؟ يطبع الايصال ويمشي. لا علشان يجي اللي بعدك ياخذ الايصال والله ما من رصيد. طيب وين بلعت الصرافة؟ ياخذ حسابه ويحول لك. وإذا بلعت الصرافة حقته؟ ايش يسوون؟ برجله. شوف لكل جهاز مساوئ وإيجابيات. أنا باقي جهاز. إلا الصرافة. هذا شيء محبوبة الناس. يمكن اللي يصلحها كل يوم ما مزاجه وسط ولا يمكن هي والله ما تجيب لك والله انا بلعك كل خير والله الخير عندك. قل وش جهازك؟ جهازك وشو؟ انا جهازي مش جهاز وش انت؟ اي انا صح ايه؟ انا وش مسجل؟ لا مو مسجل كيبورد. ايوه كيبورد والناس تجي وتهمزن. تتفكك انا اضغط انتر يعني ما توصل 40 الا متفكك. والله ترى بعض الناس ما الله ما يعرفون يهمزون جلف تخيل يضغط انت بيطق مسافه طع 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 ظهرك. لا احسن شيء عاد اللي تسني بيختم المعامله من يعطي الانتر كذا طع على باله على الابهر حركتي على الابهر محمد اختم. طيب نبي نشوف الجمهور زو جمهور طبعا في واحده تقول ودي لا استعجلت الله يهديها. هذه موتد ما ودي اقول بس انا استعجلت الله. طيب يقول طيب هنا جهاز ودي تصير رسيفر المجد وحده. الله ايه تمام. هذه غيداء تميمي ما شاء الله. ولام تقول مايكروويف دفى وفيه لمبه وكل شوي واحد مدخل لي علي اكل. وقعد لا ولمبه هاديه اي والله صدق لمبه هاديه وصوت اي والله صدق ازعاج.
طيب لا مو مو صدق. مو تصيرون جماد يا جماعة، في ناس يقول ودي أصير موية ودي أصير لا لا جهاز طيب حقت السكريم جهاز حق السكريم السكريم ذا اللي جسمه ونكهات الله كلام كريم نكهات سلام يا سلام والله جوك بطل. طيب أنا كتبت قصيدة هذه ظهر ما يدعي عليها أحد روح طبعا أنا ما سألتوني بس الأمهات تدعي عليها أنا ودي أصير طيارة لو إيه صح طيارة 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 ما أجلس في ديرة طيب مطبات صناعية دق وصابخ تنوجهك حالك حالة سأوصل صح أوصل أشهب عامل التعرية وتهوى ومطر بس تدري وش مشكلة بس أروح لا بس تدري وش مشكلة تروح صح سويسرا لكن واقف بالمطار الناس يضحون الفنادق أشوف أشوف الديرة بس أنت عليك شبك طيب بس نشوف أنا طلع ولا نزل كتبت قصيدة أبو بغافل روح قلت اصبر اصبر هذه نرجع للجمهور اليوم ماسكينج زايد يا ابو غافل جيت انا من حايل صامل صامل يا ابو غافل ودك ناخذ فاصل فاصل اعطونا فاصل اعطونا فاصل صح الله لسانك وتسلم